شوف هذا هو المحرك اللي كان يطرب البارح تاع 207 بعد ما حليناه كاع كومبلي باش تشوفوا وتعلموا معنا وتشوفوا معنا وين الحس وين كان في البياله في لا شومبر 2. درت شو جو في الاول هادو لي شابو دو بيال دوك تشوفوا هذا جو تاعه نورمال. شوف وين طحنت الكوسيني ولا عندها حس تاع بياله روح لا شومبر 2. هذا هو الحس اللي كان يتكلم كي كنا نوضوا السياره. عاوده تشوف هادي كيما قلنا قادر يكون عنده في الفيبروكا. دروك فيبروكا هذا يتنحى نقلعوا لي شابو دو بيال. فيبروكا هذا يروح للتورنا يتكونترولو كاين يا يفوت في الكود دوك هو لي ديسيدي كاين يا يقولنا اج تي يعني قيسوه وجيبوا فيبروكا واحد اخر جديد. والنوع تاع البياله ما يتبدلوش شي ربعه يتكونترولو ثلاثه الاخرين باش ما تعاودلهش المشكله. هذه هي الخدمه اللي غادي تنخدم. ولي كوسين يكونوا ماتير حاجه مليحه في الدوريجين في الكليكو ولا والنوع تاع البياله هذا اللي راهي عوجه ولا تتبدل يتبدل غير نوع واحد وثلاثه يتكونترولو. هذا هو هذا هو المطلوب منا. ونعاودو نسكرو كاع المحرك لي بيستون ثاني يشوفوهم الى توشا وما توشاوش جيت ساقمو وتعاود تغلق كاع المحرك ان شاء الله ما نتمناها حتى لواحد. كونترول الزيت تاعك نصائح اللي نقدمهم لك وكي دير ريفيزيون بدل لي كوسيني ما تستهزاش عليهم وبدلهم في نوعيه تكون كاليتي مليحه بالبزاف باش ما طيحش في هذا البروبليم.